بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عفوا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء يا ربنا بعد. اللهم أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك يا ربنا عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا، وارزقنا اللهم الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وبعد، أحبتي في الله، فأرحب بكم في الدرس 84 دروس قراءة وشرح كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، لشيخ الإسلام أبي زكريا محي الدين يحيى ابن شرف النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به. آمين آمين آمين. ولازلنا في الباب ذا الرقم 60، باب ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه. ووصلنا إلى الحديث 13 في هذا الباب، وهو الحديث رقم 229 من جميع أحاديث الأذكار، وهو قوله: وروينا بالإسناد الحسن في سنن أبي داود عن أبي الأزهري ويقال أبو زهير الأنماري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر ذنبي، وأخسئ شيطاني، وفك رهاني، واجعلني في الندي الأعلى. اللهم آمين. يقول النووي رضي الله تعالى عنه: الندي بفتح النون وكسر الدال وتشديد الياء. هذا شرح الندي، يعني ضبط الكلمة ولم يشرحها. الندي بفتح النون مع تشديدها طبعا، وكسر الدال وتشديد الياء. يكمل بعد ضبطها يقول: وروينا عن الإمام أبي سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي، معروف بالخطابي، رحمه الله تعالى في تفسير هذا الحديث قال: الندي القوم المجتمعون، مثل كلمة نادي، القوم المجتمعون في مجلس، ومثله النادي. ولعلكم قرأتم أو سمعتم في كتب السيرة أن قصي بن كلاب، يعني الذي أعاد مجد قريش في مكة وطرد خزاعة عنها وعمل أمورا منها، أنه أنشأ دار الندوة، دار الندوة، من هذا المعنى الندي والنادي والندوة، القوم المجتمعون.
وجمعه أندية. قال يريد بالندي الأعلى، طبعا في رواية الحاكم الملأ الأعلى. قال يقول يكمل إمامنا النووي كلام الخطابي، قال يريد بالندي الأعلى الملأ الأعلى من الملائكة. الآن يقول الإمام النووي وروينا بالإسناد الحسني في سنن أبي داود. هذا الحديث رواه غير أبو داود، رواه الحاكم في المستدرك، طبعا فيه إضافة، فيه وثق الميزان، اللهم آمين، واجعلني بدل الندي الأعلى في الملأ الأعلى. الآن أبو الأزهر هو من الصحابة المغمورين، لا يعرف عنه شيء، هو صحابي، هو صحابي، اختلف في اسمه، أو في بعضهم يقول عن أبي الأزهر، وبعضهم يقول أبو الزهير النميري، ويقال أبو الأزهر الأنماري، ويقال التميمي. هو من كما قلت صحابي، لا يعرف عنه الكثير. قال طبعا فيما يتعلق باسمه أبو الزهير أو أبو الأزهر أو أبو الأزهري، قال ابن عبد البر اسمه فلان، اسمه مش كناية، فلان ابن فلان، لا لا، هو اسمه فلان ابن شرحبيل، روى عن النبي بعضهم يقول حديثين وبعضهم يقول ثلاثة حديث. يقول ابن عبد البر روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حديثين، هذا أحدهما، والثاني في فضل كلمة آمين، ويقال بعضهم قال له حديث ثالث، ليس يعني هو من المقلين في الرواية. لما قال بسم الله، دائما احنا اي عمل تبدأه تذكر اسم الله عليه، هكذا علمتنا السنة، سنة الحبيب، وهكذا علمنا كتاب الله. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ أو أقرأ، هاي في القرآن الكريم سورة الفاتحة. طب إيش لها متعلق؟ لكن الله عز وجل ما ذكر هذا المتعلق، يعني خلاص قال بسم الله، إذا بدك تقرأ تقول بسم الله، أي أقرأ بسم الله، وإن أردت أن تأكل تقول بسم الله، أي آكل بسم الله، وإن أردت أن تنام تقول باسمك ربي وضعت جنبي، أي أنام بسم الله، وإن ركبت بسم الله، بسم الله. فهو يقول بسم الله يعني أضع جنبي أو وضعت جنبي بسم الله. طيب كلمة وأخسئ روية بعدة روايات، وخس شيطاني، خطاب للشيطان، أو وأخسئ شيطاني، أو وخس شيطاني، عدة روايات. قال يقول بعضهم يروى بوصل الهمزة، وخ همزة وصل يعني، وفتح السين وبهمزة ساكنة، وخسأ شيطاني، وصل الهمزة وفتح السين، وخسأ وهمزة ساكنة، اخسأ يعني كأنه يخاطب الشيطان أن يخسأ. قال ويقرأ بقطع الهمزة وأه وأخسي وكسر السين من غير همزة، وأخسي. أيا ما كان، هذه كلها لهجات عربية، ما يهمنا أن معناها أي اطرده، اجعله مطرودا، كما يقال خسأ الكلب، ومنه قوله تعالى قال اخسأوا فيها، أي أنتم مطرودون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. طيب وأخسي أو وخسأ، وأخسي وأخسئ، المراد أي اجعله مطرودا عني، مردودا عن إغوائي. طيب ليش قال وأخسئ شيطاني، ليش ما قال الشيطان؟ لأنه هنا في تفسيرين، ربما كان المراد أخسئ قريني، ربما كان المراد بالشيطان القرين، وقال قرينه القرين الذي، القرين من الجن الذي يرافق الإنسان، أو يقصد شيطاني من قصد إغوائي من شياطين الإنس والجن، وأخسئ شيطاني أي من قصد إغوائي من شياطين الإنس والجن. طيب في قوله وفك رهاني،
الرهان جمع رهن، وربما تجمع على رهن، رهن بضم الراء والهاء، وبالأمرين أو باللفظين جاءت القراءة المتواترة. طبعا فرهان على المفرد عفوا، لكن جمع رهن، جمع رهان، طبعا قراءة جاءت إذا تداينتم، فإن لم تجد فرهان مقبوضة، وفي قراءة متواترة فرهن مقبوضة. الرهن هو ما يوضع وثيقة في الدين. الآن طب إيش دخل الرهان؟ هو أراد به النفس. النفس مرهونة بأعمالها، مرهونة بأعمالها، إما أن تسد دينك وإما أن يوبقك هذا الدين. من أين أتينا بأن الإنسان أو النفس مرهونة؟ من قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. يعني الإنسان مرتهن بأعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا جاء في الحديث: وفك رهاني. والمعنى خلصني من، ومعنى فك الرهن خلص مالي اللي هو نفسي. الآن أنت لما فكيت الرهن استدنت 100 دينار من صديقي ووضعت عنده قطعة من الذهب رهن، حتى أفك هذا الرهن لازم أرجع له 100 دينار. الآن ففك الرهن المراد به تخليصه من يد المرتهن، والمعنى: يا رب خلص رقبتي من النار، خلصها من حقوق الآدميين، ومن حقك يا ربي، ومن حقوق عبادك، ومن الذنوب بالعفو، أو خلصها من ثقل التكاليف، خلي التكاليف سهلة على قلبي. هذا كله فك للرهان، أو من بعض معاني فك الرهان. كما ذكر الإمام النووي في معنى الندي الأعلى، قلنا الملأ الأعلى من الملائكة. وفي الحديث أن من في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ولهذا إنه يا رب يعني اجعل ذكري في الندي أو في المجالس العليا في الملأ الأعلى، اجعل ذكري على ألسنة الملائكة ذكرا بالخير. طبعا كما قلنا الحاكم روى بدل الندي، طبعا قال ثق الميزاني، قال: فأما من ثقلت موازينه، السورة تعرفونها. الندي الأعلى قرأها أو جاء في رواية الحاكم الملأ الأعلى، ربما أو قال بعض العلماء أن ربما كان المراد الندي الأعلى المقام الأعلى، الدرجة العليا. يعني الآن في الجامعات بوضعوا لوحة شرف أسماء الأوائل، أسماء الأوائل بمعنى أنه اجعلني في المقام الأعلى، يعني خلي اسمي على لوحة الشرف، لكن ليس في جامعات الدنيا، وإنما في عرصات القيامة اجعلني في الدرجة الرفيعة، واجعل اسمي في الندي وفي الملأ الأعلى. بعضهم قال في النداء الأعلى، في النداء، يعني بمعنى أن ينادى باسمي للتنويه والرفعة. أسماء الخريجين لما يعلنوها في جامعاتنا، لما يصير في تخريج بقول لك: الأول على القسم فلان. هاي بمعنى اجعل ندائي في النداء الأعلى، أي اجعلني في المقام الأعلى عندما ينادى على الخلائق، خليني أنا يا رب في لوحة الشرف في الصف الأول. هاي معنى النداء الأول. جاء الحديث الرقم 14، الحديث الذي يليه كما قلنا، وهو 230 من أحاديث الأذكار، وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن نوفل الأشجعي. نفس الشيء، بعض الصحابة يعني هو نوفل كما قلنا في أبي الأزهر أو الأزهري الأنماري، يعني لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث، عن نوفل الأشجعي رضي الله تعالى عنه أنه قال:
قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. سورة الكافرون، يعني أعتقد أن الجميع يعلمها: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هنا ينبغي، سورة معروفة ويعني يحفظها الأطفال، يحفظها الأطفال، لكن ما أود أن أنبه عليه في قوله تعالى، طبعا هذه براءة أنك تتبرأ من كل دين غير دين الإسلام. إذن هل هنالك دين غير دين الإسلام؟ طبعا هناك غير دين الإسلام. الأديان بأعداد الخلائق، يعني الأديان كثيرة، لكن طب كيف تقول إن الدين عند الله الإسلام؟ لا، هذه الآية لا تفهم هذه الآية إلا من خلال تقدير محذوف، وهو أن المراد أن الدين المقبول عند الله الإسلام، لا يعني أنه لا يوجد غير دين الإسلام. هاي ربنا قاعد يقول لكم دينكم، فوصف معتقدات الكفار دينا. لكم دينكم، أنا سمعت على اليوتيوبات أنه يا أخي لا يوجد إلا دين الإسلام وهذه شرائع. لا، ليست شرائع، الشرائع السماوية، الوحي من الله، الدين من الله واحد، والشرائع مختلفة. أما مش الزرادشتية تقول لي شريعة، لا لا لا، هم دينهم هذا دينهم البوذية والزرادشتية والمانوية، والهند وحدها فيها 700 أو 1000 ديانة، لكن هي ديانات، ولهذا أنت تتبرأ من كل دين غير دين الإسلام. ولهذا قال تعالى: لكم دينكم، لكم معتقداتكم، لكم عباداتكم، ولي دين. إذن ما منقول أنه لا يوجد إلا دين واحد، لا، الأديان كثيرة، لكن الدين المقبول واحد، الدين المرضي عند الله سبحانه وتعالى واحد. وهذا معنى قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين المقبول. طبعا هنالك في علم أصول الفقه شيء اسمه دلالة اقتضاء، النص لا يفهم إلا إذا قدرنا اقتضينا كلمة نضعها في النص، مثل قولنا رفع عن أمة الخطأ. يا أخي الخطأ ليس مرفوعا عن الأمة، الأمة تخطئ، والنبي يقول كل بني آدم خطاء، كيف يقول رفع عن أمة الخطأ؟ لا، الخطأ ما رفع، الذي رفع إثم الخطأ. فلو قتلت إنسانا، تعرف قتل من أعظم الجرائم، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، لكن إن قتلته بالخطأ يترتب عليك حكم القتل، وعليك الدية، وعليك الكفارة، وعليك وعليك، لكن هل عليك إثم في هذا القتل؟ لا، رفع عن أمة الخطأ أي إثم الخطأ. فنحن لم نفهم هذا النص، أو لا نكاح إلا بولي، لا نكاح صحيح إلا بولي، فنحن قدرنا كلمة صحيح. وهنا يقدر العلماء إن الدين عند الله، أي إن الدين المقبول عند الله، أو المرضي عند الله، أو الذي ينجي صاحبه عند الله، هو الإسلام. إذن قال، كما نعيد الحديث، أن النبي قال لي، قال نوفل الأشجعي، قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة. طبعا هنالك في رواية ضعيفة، هي أقول ضعيفة، في مسند أبي يعلى الموصلي عن ابن عباس، غير رواية نوفل، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال: ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله عز وجل؟ تقرؤون قل يا أيها الكافرون عند منامكم. طبعا حديث نوفل قال النووي في سنن أبي داود، لكن هل اختصر أبو داود على رواية؟ لا، رواه النسائي وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك من حديث نوفل، وكذلك رواه الطبراني
من حديث جبل ابن حارثة. جبل ابن حارثة هذا أخو سيدنا زيد ابن حارثة، كان صحابيا. جبل ابن طبعا رواه الطبراني نفس الحديث من حديث زيد ابن حارثة، وهو أخو سيدنا زيد رضي الله تعالى عنهم. الآن نوفل، احنا قلنا انه ابو الزهير الانماري له ثلاث احاديث او حديثين، لكن نوفل ليس له في الكتب السته الا هذا الحديث. وطبعا يقولون هو اسمه له كني ابو فروه، يقولون له او كنيته ابو فروه. هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر هو حديث حسن. طبعا يضيف الحافظ ابن حجر بعد أن خرج الحديث قال هذا حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأخرجه ابن حبان في صحيحه. الآن في قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإنها براءة من الشرك، هذه قل يا أيها الكافرون لا أعبد، قال هي براءة من الشرك أي توجب لقارئها الأمن والنجاة من الإشراك بالله تعالى، لأنها إقرار بأن الدين الصحيح هو دين الإسلام. قال لما اشتملت عليه من سلب الألوهية عما سوى الله تعالى وإثباتها أي الألوهية له دون سواه. الآن قلنا في حديث أبي موسى أبي يعلى هذا الذي رواه عن ابن عباس رضي الله عنه ضعيف، وإيش معنى كلمة تنجيكم؟ يعني قراءة هذه الكلمة أو هذه السورة تسبب نجاتكم من الشرك بالله والعياذ بالله. هنا نكون وصلنا إلى الحديث الخامس عشر، وهو ما يتعلق بالمسبحات، الحديث طويل لعل الوقت لا يسعفنا لقراءته. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيانا. اللهم بارك لنا فيما وهبتنا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بهذا الدين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فوفقه إلى الخير وإلى الحق وإلى الهدى. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في غزة وعلى كل أرض، اللهم ثبتهم، اللهم تقبل شهداءهم واحقن دماءهم واشف جرحاهم وعاف مبتلاهم وسدد رميهم وانتقم من أعدائهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن لنا إخوانا على حدودنا الشمالية يدافعون عن بلادنا فوفقهم يا ربنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. هذا وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد، والحمد لله رب العالمين.